بسم الله الرحمن الرحيم. في على موقع المصراوي بيقولوا خبر الميناء الجاف وتحقيق نقلة اقتصادية كبيرة. طيب المعلومات ايه هي عن الميناء الجاف؟ هم هيعملوا ميناء في 6 اكتوبر، ميناء جاف يعني مش مطل على البحر، هيربطوه بمصر. ازاي هيربطوه بمصر؟ عن طريق شبكة السكة الحديد، وبعد كده هيربطوا شبكة السكة الحديد ديت بالمواني بتاعتنا البحرية، علشان يبقى في سهولة في التوزيع وفي سهولة في نقل البضائع داخل القاهرة الكبرى، يعني الجيزة والقاهرة، ومن خلال القاهرة الكبرى ديت يتوزع البضائع على مصر كلها، او يجي التجار يشيلوا حاجتهم او ياخدوا حاجتهم من الميناء دي، بدل ما بيبقى في ضغط على المواني البحرية. كل ده جميل وكل ده مفيد جدا لبلدنا وكل ده مفيد جدا لشعبنا، بس السؤال الميناء دي مين اللي عاملها؟ الميناء دي هل اللي عاملها مستثمر؟ ده مستبعد. طيب هل اللي عاملها الدولة؟ ممكن. هل اللي عاملها الجيش؟ ممكن، احتمال. طب ايه الفرق بين الدولة وبين الجيش؟ الفرق انه اصلا لو هو للدولة هيبقى خيره للشعب، لو هو الدولة اللي عاملاه هيبقى خيره للشعب، انما لو الجيش اللي عامله هيبقى خيره للجيش. طب انت يعني الكلام ده بتقوله ليه او عاوز تقول ايه؟ عاوز اقولك ان في مصنع للكاوتش كان برضه بعض المواقع كانت منزلاه، مصنع كبير جدا وضخم، مصنع كبير بيقول ان هو من اكبر المصانع على مستوى الشرق الاوسط، بيصنع كاوتش العربيات، بس ابتدوا كمرحلة اولى ان هم يصنعوا الكاوتش بتاع التكاتك والكاوتش بتاع الموتوسيكلات، ونجح باذن الله طبعا المشروع دوت، وابتدأوا يصدروا الكاوتشات دي خارج مصر، فبالتالي كانوا هم داخلين على ان هم يصنعوا الكاوتشات بتاعت العربية. احنا كشعب نعرف حاجة عن المصنع دوت؟ ما نعرفش حاجة عن المصنع ده. فبالتالي الخير بتاع المصنع ده داخل للشعب؟ لا، الخير بتاع المصنع ده كله رايح للجيش، كله رايح للجيش. هي مش حاجة وحشة، بس الشعب محتاج، والشعب عاوز يشتغل، والشعب عاوز ياكل، والشعب عاوز يشرب، وعاوز يحس بنهضة في البلد. فلما تكون الدولة هي اللي عاملاه هتوفر عمالة او هتساعد ناس ان هم يتوظفوا، وبالتالي يقبضوا، وبالتالي يفتحوا بيوتهم، وتدور عجلة الاقتصاد اللي هي بنقول عليها الطبقة المتوسطة او الطبقة اللي تحت المتوسطة على طول، اللي هي بإذن الله بتشغل البلد كلها، بتشغل فوق وبتشغل تحت. فالسؤال يا جماعة بيقول لك ابرز المعلومات عن الميناء الجاف في 6 اكتوبر، كل المعلومات ان هو هيبقى مشروع كبير، وهيبقى مشروع هيساعد على زيادة الاقتصاد، وهيتربط المشروع ده بالسكة الحديد بالقاهرة، السكة الحديد هتربطه بالقاهرة، وفي تفكير بعد كده ان السكة الحديد دي تتربط بالمواني. السؤال بقى اللي هما ما ذكروهوش او المعلومات اللي هما ما جابوهاش، ده تابع لمين؟ ده المصنع ده او الميناء ده تابع لمين؟ فلو حد يعرف حاجة يا جماعة عن الميناء ده يقول لنا، لان احنا بنحب الخير للبلد وبنحب الخير للشعب، وعاوزين شعبنا يبقى دايما شبعان، وشعبنا يبقى دايما جيبه مليان، وشعبنا يبقى دايما صحته قوية بإذن الله، كل ده طبعا خلاص، وما يبقاش في فقراء، وما يبقاش في اي مشاكل. ده هيجي منين؟ من المشاريع الاقتصادية الكبيرة زي دي، لان دي هتوفر علينا بإذن الله تعالى، هو طبعا دعم هيبقى تبع الدولة، هيبقى في دعم، فبالتالي تكلفة النقل من المواني البحرية علشان يخش القاهرة أو يخش بقية المحافظات هتبقى تكلفة قليلة جدا، فبالتالي البضاعة مش هتبقى غالية، وهتبقى في متناول المصريين كلهم وفي متناول الشعب كله، فبالتالي الفقير يقدر يشتري أي شيء مستورد أو أي شيء هو محتاجه، ولو دخله بقى كويس هيتضاف للميزانية العامة بتاعت الدولة، هتعمل انتعاشة اقتصادية في الميزانية، وهيبقى في فايض يتوزع على الدعم بتاع الشعب، ويتوزع على المعاشات،
وتوزع على التضامن الاجتماعي، يعني هتبقى في انتعاشة. ده لو تبع الدولة، اما لو تبع الجيش طبعا هيبقى خاص بالجيش، لان هيبقى بمجهودات الجيش وبفلوس الجيش، واخد بال حضرتك، والشعب مش هيستفيد منه بحاجة. فنرجو ان احنا نفهم بس المصنع ده، او قصدي مش المصنع، المينا دي تابعة للدولة ولا تابعة للجيش؟ طيب والمينا دي ميزانيتها قد ايه؟ ما احنا مش عارفين برضو، يعني الميزانية بتاعتها اللي اتحطت قد ايه احنا مش عارفين، هتتكلف على الدولة قد ايه احنا مش عارف. تقريبا بيقولوا 60 مليون تقريبا، الله اعلم، 60 مليون تقريبا. هل 60 مليون كله على بعضه؟ مش هيكلف اكتر من كده. طيب الربح بتاعه قد ايه؟ الدخل قد ايه؟ ما فهمناش احنا المعلومات دي. هيساعد في نمو الاقتصاد ازاي؟ برضه ما فهمناش المعلومات، لان هم كاتبين ابرز المعلومات وما فيش اي معلومات عن الميناء الجاف اللي هم بيتكلموا عليه. فاللي بيسمعني لو سمحت، لو في اي معلومات احذفها لي في التعليق تحت الفيديو. السلام عليكم.